متواجدين في كل مكان. أهلا بيكم حلقة جديدة من أصلي عليك. تعالوا بينا نتكلم النهاردة وإحنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، وإحنا خلاص في نهاية شهر رمضان، نتكلم عن فضل قراءة القرآن. العشر الأواخر اللي فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر التي تقدر فيها مقادير الخلائق، ليلة القدر اللي العمل فيها بيساوي عمل 83 سنة. إن صادف الخير اللي هتعمله ده ليلة القدر، هتبقى أنت عملت العمل ده لمدة 83 سنة. مين فينا يضمن أنه يعيش 83 سنة؟ ولو حد فينا ضمن أنه يعيش 83 سنة، هل ممكن يقدر يعيشهم في الطاعة وفي العبادة؟ ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ أجمل الأعمال وأجمل الحاجات التي نتقرب بها إلى الله في هذه الليلة المباركة، في ليلة القدر، قراءة القرآن. واحد دخل المسجد النبوي الشريف، شاف سيدنا عبد الله بن مسعود بيعلم الناس القرآن، فقال: ماذا يفعلون؟ قال: يقتسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساب مواريث كثيرة، على رأسها كتاب الله. التعلق بكتاب الله وقراءة القرآن، انت كده بتاخد نصيبك من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. التعلق بكتاب الله لازم يكون ليه نصيب من يومك، ولازم يكون ليه نصيب في الأيام اللي فيها خير وفيها بركة. لما تقرأ القرآن وإن صادف قراءتك للقرآن ليلة القدر، كأنك يعني تقربت إلى الله وقرأت هذه الآيات لمدة 83 سنة. تعالوا نشوف فضائل قراءة القرآن. أول حاجة، القرآن بحر الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله، حرف واحد، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الثلاث حروف دول فيهم 30 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تخيل، يعني كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يبقى الثلاث حروف فيهم 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. إيه فايدة الحسنات؟ الحسنات في الدنيا بتمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنات في الآخرة بتقل الميزان، ولما ميزانك يتقل يوم القيامة بتكون من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. تاني حاجة من فضائل قراءة القرآن، القرآن مأدبة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فالقرآن هو مأدبة الرحمن، فهو حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع. القرآن لما تقرأ القرآن، انت كده هتكون ماسك بحاجة، ماسك بحبل وموصلك بالله. القرآن نور الله المبين، النور بينفع في الظلمة، واحنا في الحياة محتاجين حاجات تنور طريقنا. لما تقرأ القرآن ربنا ينور لك طريقك، والشفاء النافع يشفي حيرتك ويهديك لأصلح الأعمال. القرآن هو المثبت ضد الفتن، والحصن الحصين ضد الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة. فقال علي بن أبي طالب: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: عليك بكتاب الله. لما تقرأ القرآن لا تزيغ الأهواء، هو المثبت ضد الفتن. لما تقرأ القرآن تبعث يوم القيامة بالأمان. أمان إيه؟ أمان الشفاعة. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تيجي يوم القيامة معاك شفاعتين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة القرآن. من قرأ القرآن يبعث يوم القيامة بالأمان، أمان الشفاعة. كمان اللي بيقرأ القرآن بيكون في أفضل مكان في يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. تخيل، لما تقرأ القرآن هتبعث يوم القيامة في مكان في أشرف ملائكة، السفرة الكرام البررة. انت هتكون في مكان تاني خالص، هتكون في حتة تانية خالص. داوم على قراءة القرآن، داوم على قراءة القرآن في الليالي الجميلة، الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، اللي فيهم ليلة عبادتها تساوي 83 سنة. مين فينا يضمن أنه يعيش 83 سنة؟ ولو حد فينا ضمن أنه يعيش 83 سنة، هل ممكن يقدر أنه هو يعيشهم في طاعة الله وفي تلاوة القرآن، تقرب إلى الله
بقراءة القرآن. من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ كتاب الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده التالين الحافظين لكتاب الله عز وجل. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.